مرحبا طلاب، شلونكم؟ ان شاء الله رب تكونوا بخير. اليوم راح نشرح الشابتر 19. انا رفل الجمال من تيم كافين، راح نكون اليوم بهذا الشابتر. يعتبر شابتر جدا مهم. ليش مهم دكتورة؟ لانه هواي اسئلة تجي على الثايرويد جلاند، هواي اسئلة بالوزاري، وزاري مهم تجي على الثايرويد جلاند، وخاصة الهايبوثايرويدزم، الهايبر، مشاكل الثايرويد، التي 3 والتي 4، وهالسوالف المهمة، كلها مهمة، سوالف مهمة. وش يعني سوالف مهمة؟ يعني تجي بالامتحان. زين، نجي على شابتر 19. عندنا يبلش الثايرويد جلاند. أول شي راح نعرف الديسكرايب اوف ثايرويد جلاند، شكلها، الستركتشر مالتها، زين، وكذلك الوظائف المتعلقة بالثايرويد. define the chemical nature، الطبيعة الكيميائية لهرمونات غدة الثايرويد وكيف تنفرز. understand the critical role of iodine، راح نعرف شنو دور الايودين وعلاقته بغدة الثايرويد. describe the role of protein binding transport، احنا تذكرون قلنا اكو هرمون واكو واحد يقوده، زين، منو هذا؟ سميناه البروتين binding، ذكرون. identify the hypothalamus والpituitary gland، تذكرون احنا اللي فوق كان هيك جزء وبعدين pituitary اللي جوا، قلنا هذا الفوق هو الhypothalamus وهاي الpituitary، واثنيناتهم لهم علاقة بالهرمونات، هذا ينطي عازل هذا والpituitary تنطي عازل هرمونات الجوا، صح؟ راح نعرف اليوم شنو علاقتهم بالثايرويد. define the effect of thyroid hormone in homeostasis، احنا قلنا اصلا بشكل عام الهرمونات كل شغلنا وكل هوستنا هاي انه نعرف شنو علاقتها في حالة الاتزان مال جسمنا، الهوميوستاسيس، حالة البالانس. understand the basis of condition where thyroid function is abnormal، راح نعرف شنو الحالات الابنورمال، مثل ما قلت لكم الهايبوثايرويدزم، الهايبر، وشون تتعالج، وهذا كلش مهم هذا الجزء. هذا بنهاية المحاضرة. The thyroid gland is one of the larger endocrine glands in the body. هذا ممكن MCQ من الـ من الـ من الـ من الغدد الكبيرة داخل جسمنا الثايرويد. خلينا نبقى على شكلها. هاي رقبة إنسان، هاي رقبة رقبة، زين. فبالرقبة عندك هاي القصبة الهوائية، اكو فتشي يغطيها مثل الفراشة، هم يسموها butterfly structure، مثل الفراشة، بيها جزء أيسر وجزء أيمن جوا اللانكس. اللانكس شنو هي؟ الحنجرة، زين، هاي الحنجرة مالتك هي جواها بالضبط، صايرة فوق القصبة الهوائية، هي هاي غدة الثايرويد، أو يسموها بالعربي الغدة الدرقية. The first is secreted the thyroid hormone، عندها two primary functions، طبعا عندها وظيفتين، يعني الأولى انه هي اكيد حتفرز لك الثايرويد هرمون. من هي الثايرويد هرمون؟ التي 3 والتي 4 which that maintain the level of metabolism in tissue that is optimal for their normal function. اكيد هاي الهرمونات لها دور في ايض الانسجة، راح نعرف ان شاء الله شنو قصد هاي المعلومة. الثايرويد هرمون طلاب بشكل عام شنو وظيفتها؟ هي الهرمونات ستيميليت oxygen consumption by most of the cell of the body. طلاب احنا من نقول thyroid hormone، من اقولكم thyroid hormone يجي ببالك لازم فتشي، شنو هذا الفتشي؟ انه هي تسوي metabolism، يعني مسؤولة عن الايض داخل الخلايا مال جسمك، metabolism of cells، وتخلي الاكسجين يستهلك، يعني هي تستهلك الأكسجين داخل الخلايا حتى يصير عمليات الأيض. يعني شنو عمليات الأيض؟ عمليات الحرق، زين. فدائما يقولون اللي عنده هواية ثايرويد هرمون مثلا تي 3 وتي 4 صاعد عنده، ايش تلقاه؟ تلقاه ياكل ميسمن. ليش ياكل ميسمن؟ لأن غدة الثايرويد أو الثايرويد هرمون ده تحرق داخل خلايا جسمه، فما ده يلحق جسمه، مدى يلحق جسمه من وراء الميتابوليزم العالي، من وراء الحرق العالي.
عكسها ابو التي 3 والتي 4 ابو الهايبوثايرويدزم اللي هي الناصيه، تلقاها تقول يقول لك والله اني ما اكل بس اني سمين او دا اسمن، اكل شويه انفخ اسمن. ليش؟ لان هذني مدى يحرقن، يعني مدى يصير ايض، مدى يصير ميتابوليزم، فخطيه يظل يسمن لان مدى يصير حرق داخل الخلايا، لان هي مسؤوله عن الاكسجين كونسبشن، وبالتالي تنظم الليبيد الدهون، تنظم الكربون هيدرات ميتابوليزم. يعني احنا اكلنا كله صمون ودهن ولحوم، فهي مسؤوله عن هذا الحرق الليبيد والكربون هيدرات. And thereby influence body mass. شوفوا تأثر على كتلة الجسم مثل ما قلنا، يسمن alimentation على طبيعته وعلى نفسيته. قلنا دائما الطلاب اللي عنده T3 و T4 دائما يكون معصب متوتر يتعارك ويصيح، عكس ال T3 و T4 الناصي يكون كلش خامل ونعسان طول الوقت. Consequence of thyroid gland dysfunction depend on the life stage at which they occur. Thyroid gland dysfunction، إذا thyroid gland ما تشتغل لازم نعرف على أنه هو بيا مرحلة من مراحل الإنسان صار. The thyroid gland it's not essential for life. يعني شنو؟ يعني إذا ماكو غدة الثايرويد أنت ما راح تموت. زين، يعني مو هي إذا موجودة، عكس مثلا ادرينال جلاند، مثلا ادرينال جلاند هاي اللي فوق الكليه، اذا ماكو احنا يمكن نموت. The thyroid is not essential for life but its absence of hyperfunction during fetal and neonatal life. يقول لك بدليل لما احنا بعدنا فيتاس، يعني عندنا بعدنا جنين في بطن امهاتنا، كانت الغده ما موجوده اصلا. خوش، بس اذا هي ما موجوده احنا صح ما متنا. انتبه اكو فرق ما بين انه انت تفقد الحياة بين انه وضعيتك تتخربط. بس اش صار عندهم؟ سيفير منتال ريتارديشن، مشاكل عقلية، اجوا هذول الاطفال عندهم مشاكل عقلية او اجوا دوارفزم يعني اقزام. زين، ان ادولت الهايبوثايرويدزم، هذا الموضوع راح ناخذ اللي قلت لكم، لما عندهم التي 3 والتي 4 قليل شو يصير عندهم؟ باي منتال اند فيزيكال سلوينج، قلت لكم خامل ما يستوعب، منتال physical تعبان نايم طول الوقت، poor resistance to cold، يبرد بسرعة، يبرد بسرعة. زين، على عكس منو اللي هو ال conversely excess thyroid secretion، اللي عندنا هواي T3 و T4، تلقى nervousness عصبي، قلبه يدق بسرعة، تكيكاردي، عنده رجفة تريمر، عنده heat production ما يبرد، يعني تلقاه بالشتاء يجي لابس نص ردن. هذا الشيء خليك شوي اورينتد، يعني شلون انت قاعد بالصيدليه وجاك واحد لابس نص ردن بالصيف يقول لك والله انا شلون معصب هالفتره وعرق هوايه وبطئتي مخربطه، انت هنا اوكي ما راح توصف له دواء، يعني اكيد هذا شغل الطبيب، بس يعني هيك كيسات حتى يصير عندك معرفه انه هذا احوله على اندوكراين، احوله على طبيب غدد. لو انت كنت مقارن مسخت وما تدري شكو، شو كان وصفت العلاج؟ والله انت يمكن عمو يمكن انت مسخن صار عندك سخونه ورجفه وهاك، هذا انتي بايوتيك يعني وضعنا هيك صاير. زين، لان كل اللي موجودين بالصيدليه مو صيادله. المهم يعني هيك حتى تفتهم انه مو كل شيء سخونه، مو كل شيء رجفة يعني هذا عنده انفكشن او ملتهب، لا لا لا، حتى تفتهم اكو مشاكل اندوكراين تسوي هاي الاعراض. زين، thyroid function is controlled by thyroid stimulating hormone، هذا الموضوع مهم، اللي هي TSH والثايروتروبين. من هي هاي؟ الثايرويد تتحفز بال TSH والثايروتروبين. Of the mean من ال anterior pituitary gland، تذكرون من قسمنا ال pituitary gland anterior posterior. زين، the secretion of this hormone is in turn increased، يعني انت طلاب بس ركزوا وياي، الثيروتروبين releasing hormone هو TRH. اري صورة ال pituitary gland، اوقفوا خلي اطلع لكم اياها. See.
هاي الهايبوثالاماس تتذكروها، وهذا البتويتر جلاند. منو يجي من الهايبوثالاماس شي يفيد الثايرويد تحفظها TRH، او يسموه الثايروتروبين. هذا يجي MCQ من الهايبوثالاماس، منو يطلع TRH من البتويتر جلاند، هذا الانتيرير، احنا شغلنا انتيرير، منو يطلع TSH اللي هو ثايرويد ستيميوليتينج هرمون. نعيد هاي الصورة، عندك هنا الهايبوثالاموس، من يطلع يفيد الثايرويد TRH، من يطلع يفيد الثايرويد من البتويتر جلاند TSH. تجي MCQ هاي اكيد يعني. تمام، فس عرفنا من هو TRH، من يطلع TSH، من يطلع TRH from hypothalamus شفناها، and is also subject to negative feedback controlled by high circulating level of thyroid hormone acting on the anterior pituitary gland and in the hypothalamus. شنو هذا الحكي؟ نرجع على الصورة مالتنا، تتذكرون من قلنا بالنيجاتيف والبوزيتيف فيدباك، بالنيجاتيف فيدباك يصير شيء عكسي، يعني احنا يصير شيء عكس الموجود على عكس البوزيتيف فيدباك، شنو بوكيته يصير شيء قلنا يشجع الموجود، صح؟ تخيل هذا جسمك، هذا جسم الانسان، كان بيه هواية T3 وT4. ترى T3 والT4 طلاب لما تكون هواية يعني مو شغلة زينة، يعني هاي هم مشكلة، وهم راح تدخلك بأمراض هواية. فجسمنا هو هدفه بالحياة ان هو يكون انت في حالة بالانس، في حالة اتزان، يخاف عليك. فشنو من الهايبوثالاماس تشوف جسمك مفول T3 وT4، ايش حتقول؟ حتقول بعد لا تفرزون TRH، توقف، قلل TRH. ليش نوقف ونقلل TRH؟ حتى TSH الجو هم يتوقف، لأنهم ترى ذولا مربوطين، واحد يحفز الآخر، يعني TRH هو اللي دي يحفز TSH، والTSH هو اللي يفرز T3 والT4. فهمتوا؟ زين، خلي أحكي لكم شغلة لخ، ما طول إحنا فتحنا هذا الموضوع. لو جسمك كان T3 والT4 بي قليل، هاي هم شغلة مو زينة، هم راح تدخلني بأمراض. فجسمك ايش حيت يعني صار عنده حساسات طبعا، ويعرف انه T3 وT4 قليل، فالهايبوثالاموس تقول عين يلا زيدوا TRH، نقذوا لنا الموقف، TRH يزيد، TSH يزيد، حتى ذولا يبدون يزيدون، ما نصير في حالة هايبو، في حالة نقصان. وصلت الفكرة؟ زين، هسه هاي افتهمنا the second function of thyroid gland، شنو وظيفته الثانية؟ to secrete calcitonin the hormone that regulates circulating level of calcium. هذا راح ناخذ ان شاء الله بشابتر 21، مو موضوعنا اليوم، بس هو يساعدنا ايضا. كل من اسمه calcitonin يعني كالسيوم، طلاب يحاول يحافظ على مستوى معين ومستوى متوازن من الكالسيوم داخل جسمك. طبعا الكالسيتونين طلاب فكرته الأساسية هذا الكالسيتونين يسحب، سجلها ملاحظة يمك حتى من نوصل إلها نظل مصاحنين من يوصل للشابتر. شنو وظيفة الكالسيتونين؟ يسحب الكالسيوم من الدم، هاي أول وظيفة. وأريد معلومة هم تخلوها ببالكم، زائد شغلة عكس شغل البارا ثايرويد، وهم ناخذها في شابتر 21، هاي المعلومتين تخلوها ببالكم. زين،
زين يعني هسه وصلنا الى انه شلون يتكون هذا الثايرويد الهرمونز، شلون يصير بيها سكريشن، شلون تتكون وشلون يصير بيها سكريشن. ركز وياي، شكو شي اقول عليه مهم تأشره، شكو شي اقولكم مو كلش يعني بس تفتهمين بدون ما تحفظه. اوكي خلونا نبلش. ثايروغلوبولين، من هو الثايروغلوبولين؟ هذا موضوعه او عنوان مهم. هو جلايكو بروتين، يعني هو بروتين يتكون من 2 سب يونتس and has molecular weight 160 kDa. يمثل 10%، يحوي على 10% من الكربون هيدريت من وزنه. It's also 123 tyrosine residues but only 4 إلى 8 are normally incorporated into thyroid hormones. شوي انتو حصفنون، ادري صفنتو. احنا مو قلنا عندنا T3 وT4 هي الهرمونات مال الثايرويد جلاند. هاي من تتكون طلاب؟ منو الابو مالتهم؟ الابو هو هذا الاب، نكتب عليه الاب اللي هو يكون لي الهرمونات اللي هي T3 والT4. تمام، من اقول ثايرويد هرمونز طلاب هي نفسها هرمونات غدة الثايرويد. ثايروغلوبولين شبي يتكون، نعيده، شبي 10% من وزنه هي كربون هيدريت، يحوي على 123 تايروسين. ثايروغلوبولين سينثيزايز ان ذا ثايرويد سيل. انتبه وين هذا القارفل؟ انت افتهمنا قلتي ان هذا يسوي لنا هرمونات التيثر. اني وين القى؟ وين القى؟ وين القى؟ هسه اشوفكم وين القى. هسه انتم مو عرفتوا هاي غده الثايرويد؟ غده الثايرويد لو اني اجيت هاي الغده منها وقصيتها بسكينه، قصيتها بالنص، فتحتها من جوا، ايش راح القى؟ حلقى هذا المنظر، منظر يحوي على شنو؟ خلايا ثايرويد جلاند، ثايرويد سيل. يعني هسه هاي خلايا الثايرويد سيل، بهاي الخلايا طلاب، داخل هاي الخلايا راح تلقى الثايروغلوبولين، هنا تلقى بخلايا الثايرويد سيل. خوش، تمام، عرفنا مكانه وين. اذا مكان الثايروغلوبولين لوكيشن هذا مهم، ام سي كيو، وين القى؟ موقعه بالثايرويد سيل. سيلز، انتبه مو تكتب له جلاند، اكيد هو بالثايرويد جلاند منطقي، بس تكتب له سيلز بالخليه. وينفرز سكريتد، هو موجود، افتهمنا رفل، هو موجود بالخليه، بس وين ينفرز؟ بالكولويد. يلا شوفينا الكولويد وينه، هسه اشوفكم اياه. زين الكولويد وين طلاب؟ هو مثل الدائرة، بس هنا مو كلش مبين عندكم، فانا اشوفكم صورة اوضح. هذا الكولويد، خلي نشوف طلاب، هاي صورة، هذا ثايرويد جلاند، هذا ثايرويد جلاند، صح ثايرويد جلاند كبروها فلقوا بها خلايا، هاي خلايا سيلز، لقوا اكو دويرة، هاي الدويرة سموها كولويد. زين عرفنا هسه الكولويد من، اوكي ايش قلنا؟ نرجع لموضوعنا، فهو synthesized in the thyroid cell، يفرز، قلنا وين يفرز؟ الافراز مالته، اكتب secretion location، انا ما كتبت لكم secretion، الافراز مالته بالثايرويد سيل هذه مهمه. زين and secreted، وين ينفرز؟ بالكولويد، هاي الدائره شفناها بالصوره، ينفرز بهاي الدائره by exocytosis of granules. شلون يصير بي exocytosis؟ يعني شنو exocytosis؟ يعني دقيقه خل اشوفكم صوره بعد، شوفوا هاي، هذا كولويد يصير عندي هنا فد فيسيكل، فد هيجي فيسيكل متروسة
ثايروغلوبيولين، وتنفتح هاي الخلية اللي هي البسيكل وتذب مكوناتها وتفرز مكوناتها وتفرغ مكوناتها بالكولويد. خوش اللي هي نفسها هاي، نفسها هاي هاي دروبلتس، يعني مثل يعني تحوي على الثيروغلوبولين. تمام. The oxidation and reaction of iodide with the secreted thyroglobulin mediated by thyroid peroxidase. أني فوج قلت لكم، مو قلت لكم عندنا هنا عنصر استعرفنا الأبو من هو الثيروغلوبولين، صح؟ هاي انتهينا منها. أكو فد جندي مهم، أكو فد جندي مهم بالثايرويد جلاند. هذا الجندي المهم يسموه الأيودايد، اللي هو نفسه شايفين من يكتبون ملح مدعم بالأيودين، هو هذا نفسه عنصر هو. فهذا الجندي المهم يتفاعل ويا الثايروغلوبولين اللي هو الأبو، يشتغلون اثنيناتهم يتفاعلون ويتحدون ويترتبون حتى يطلعون بالتي 3 والتي 4. منو اللي يساعدهم حتى هم يشتغلون سوا ويصير بيناتهم اوكسيديشن رياكشن، حتى يصير بيناتهم تفاعل اكسجيني وتفاعلات كيميائية؟ يسموه ثايرويد بيروكسيديز. هذا مهم وهذا هماتين ام سي كيو. ام سي كيو يعني هسه اني الايودايد ده يتفاعل ويا الثايروغلوبولين، حيصير بيناتهم تفاعل التقاء الجبابرة، لقاء جبابرة مو التقاء، زين، اللي هو الايودايد اللي هو الابو، لا سوري، الثايروغلوبولين اللي هو الابو ويا الايودايد اللي هو الجندي المهم، يتفاعلون بعمليات شنية الاوكسيديشن ورياكشن. منو اللي يساعدهم؟ الثايرويد بيروكسيديز. هذا ام سي كيو يجيكم. خوش. A membrane bound enzyme found in thyrocyte apical membrane, the thyroid hormone, so produce remain part of thyroglobulin molecule until needed. يعني هنا يقول لك بالتالي هرمونات الثايرويد راح تتكون وراح تنخزن الى ان الجسم يحتاجها. خوش. هسه هذا ترى السلايد كان كلش مهم، كل كلمه حكيتها اني بهذا السلايد مهمه. زين، as such colloid represents. زين هسه احنا مو قلنا هذا الثايروغلوبولين يعني يصير الافراز مالته بهاي الكولويد، مو قلنا هو يكون زين؟ هذا الكولويد طلاب اعتبروه كانما مخزن، مخزن يعني ريزرفوار. شنو هذا المخزن؟ مخزن مال ثايروغلوبولين، هنا مخزن للثايروغلوبولين. ريزرفوار اوف ثايرويد هرمون، يعني هو هنا مخزن للثايروغلوبولين. احنا كل ما نحتاج ثايرويد هرمون الثايروغلوبولين راح يطلع ويسوي لي تي 3 وتي 4. اوكي. And a human can ingest a diet completely devoid of iodide for up to 2 months before a decline in circulating thyroid hormone level in seen. يعني شنو؟ احنا مو قلنا الايودايد هذا ضروري يتفاعل ويا الثايروغلوبولين حتى يسوونا يساوي تي 3 زائد تي 4؟ بس احنا ايش عندنا؟ عندنا بالكولويد مخازن، يعني انت اذا يوم ما اكلت في بي ايودايد ما راح تموت لو يصير عندك هايبوثايرويدزم، لا ما يصير. ليش؟ لانك مخزن، فانت تحتاج شهرين تقريبا ما تاكل بي ايودايد ولا تاكل ملح مدعم بالايودايد، يلا يصير عندك ديكلاين ونقص بالثايرويد هرمون ليفلز في جسمك. تمام. When there is need of thyroid hormone secretion كله، لما جسمك يحتاج ثايرويد هرمون شو يصير؟ الكولويد هاي الدائرة اللي هي المخزن مالتنا is internalized by thyrocyte and endocytosis، ويجي شنو يعني طلاب؟ يصير بيها internalized by thyrocyte، يعني شنو؟ خلايا الثايرويد جلاند راح تحاول زين تتجه باتجاه اللايزوزوم ديجريديشن،
زين يحاولون يكسروها، بس لحظة شوفوا هاي الصورة هياتها، هذا كلويد، هاي كلها خلية ثايرويد سيل، تمام؟ هاي خلية ثايرويد، شو تسوي؟ تحاول تدخل الكلويد يمها، الكلويد اللي هو المخزن مالتنا المتروس ثايروغلوبينين، شوفوا دخلتها، من تدخلها تحاول وين توديها؟ باتجاه اللايزوزوم، اللايزوزوم هو الجسم الحال اللي هو من يفوت يحاول يعني يفرغ من محتويات هذا المخزن مالتنا، يحاول يفرغها، فهو راح يفرغها، خوش؟ فهو راح يفرغها. In multi-step process، في عملية متعددة الخطوات. ثايرويد بيروكسيديز، هما نسيتو، هذا اللي كان يساعد العملية الالتقاء ما بين الأيودايد زائدا الثايروغلوبولين. شبي هذا generates reactive iodine species that can attack thyroglobulin. هذا الثايرويد بيروكسيديز. انتبهوا اكو شغلة، احنا مو قلنا اكو علاقة ما بين الثايروغلوبولين زائدا الايودايد حتى يصير عندي T3 وT4 بمساعدة من هنا المساعد، نكتب ثايرويد بيروكسيديز. هذا المساعد مالتنا، هذا المساعد طلاب يحول الايودايد الى ايودين حتى يقدر يكمل حتى ينتج عندي التي 3 والتي 4، هذا تحفظه، خوش. The first product، انتبه، اول نتاج او اول شيء ينتج وراء هاي العملية. زين طلاب خلي نحكي بشغلات شوية كيميائية. زين شنو هاي الشغلات الكيميائية؟ بس باعوا لي هنا الفكرة، شنو لما يتفاعلون الثايروغلوبولين ويا الايودايد ويصير بعدين ايودين، يصير عندي شي يسموه التايروسين. زين طبعا بالمنزل الطلاب ما شرح لكم هاي الشغلات الكيميائيه، بس انا خليته حتى شلون انه حتى ما تحفظون بدون فهم. اوكي خلي اقول لكم شغله، بشكل عام الثايرويد هرمونز يسموها تايروسين، اوكي؟ فالمونو زين احنا قبل لا نحكي هذه التفاصيل بعض، احنا مو قلنا ثايرو جلوبيولين زائد ايودايد اللي هو راح يتحول بعدين الى ايودين، منو يحول ايودين؟ اللي هو البيروكسيديز بعملية من اسمه بيروكسيديز بعملية الاوكسيديشن، يسوي له اكسده فيسحب الايودايد يسوي ايودين، ها كله كيمياء. شو ينتج عندي؟ ينتج عندي الثايرويد هرمون، يجي هنا لمربط الفرس، اذا شكل بالثايروغلوبولين ايودين واحد فيسموه مونو ايودو تايروسين، تشوفون اي وحدة بالحلقة الكيميائية. اذا ارتبط بالحلقة الكيميائية مع ثيروغلوبولين 2i شي يسموه داي يادو تايروسين، اذا ارتبط بالحلقة الكيميائية 3i شي يسموه تراي ايودو تايروسين، واللي احنا نسميه للسهولة T3. زين عندي T3، لعد T4 وين دكتور؟ احتي مو قلتي ان هنا بس T3 وT4؟ T4 طلاب هو عبارة عن، اشوفكم صورة لحظة هايكم تفتهمون، طلع لكم هاي الصور وينكم بس تدرخون وينه، شوفوا هياته هسه التراي قلنا 3i، التراي بثلاثة اي يسموه تراي اللي هو تي 3 مالتنا. الفور طلاب الداي تتذكروا ابو اثنين يتضاعف يصير تو داي اللي هن اربع ايات اللي هي صارت تي 4 اللي هو الداي بس متكرر، نفس الداي بس متكرر. اوكي نرجع على المنزمه، المنزمه مش كاتب لك؟ قال لك اول شيء يصير عندي مانو ايودو تايروسين، قلنا ابو الاي الوحده شفناه بالصوره،
زين. The next بعدين ال next moon يصير خمسة position from die. تمام. To the die قلنا die أبو الاثنين I ذكروا أبو الاثنين I إذا تكرر صار أربعة اللي هو الثايروكسين اللي هو T4 نفس الثايروكسين اسمه ثايروكسين T4 خوش بعملية الأكسدة الأكسيديتيف. The elimination of alanine side chain from molecule that forms the outer ring. There are two theories that has coupling reaction occur. One holds that the coupling occur with both DIT molecule. شنو يعني coupling؟ يعني يتجمعون هسوالف كيمياء. يتكون عندي ثيروغلوبولين بعملية يسموه intramolecular coupling. يعني نجمع الأيودين بشكل كابولات يعني أزواج 2I ب2I يصيرون أربعة. The other holds that DIT had formed the outer ring is first detached from thyroglobulin intramolecular coupling. بس عرفوا اسم الثيوريز اللي intramolecular coupling. خاف تجي ما تجي يعني بس خاف تجي. زين. In either case thyroid peroxidase قلنا هذا اللي هو يسوي عملية الأكسدة ويحول الأيوداد إلى أيودين as well as iodination T3 يصير بسبب condensation of المونو with dye. يعني شنو مونو with dye؟ أبو المونو اللي عنده I وحدة وأبو الداي عنده اثنين I نجمع اثنين ويا واحد يطلع لي ثلاثة I اللي هو T3 خوش دول نجمعهم. A small amount of RT3 are also formed, probably by condensation, nidi and MIT. The normal human thyroid average distribution of iodination 3% mono. كلش قليل ترى المونو اللي هو عنده I وحدة. 33% di اللي هو T2 نقدر نعتبره. T4 35% والT3 اللي هو 7%. أكثر شيء عندنا ثايروكسين في دم في جسمنا أو في دمنا أكثر شيء هو الثايروكسين. تمام؟ أكثر شيء. Only trace of RT3 and other components are present. The human thyroid secreted 80% microgram هذا normal of T4 و 4 microgram of T3 هاي تحفظوهن. جسمنا 80 microgram T4 و 4 microgram T3 و 2 microgram RT3 بس هو أكثر شيء ركزوا على T4 و على T3 خوش؟ وعرفنا شلون تكونت كلش سهلة. مبروك خلصنا أصعب جزء بالمحاضرة. مبروك تقدر تعيش هسه بسلام.